نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب، ولا زلنا نتواصل الحديث سويا عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث عن محبته صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث موصولا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت بالأمس الدليل من القرآن على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف اليوم مع كلامه صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباع سنته. فيقول صاحب السنة كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه وعلى رأسه. الذي يبتدع في دين الله بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، بل وهو القائل كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر بمثل ما دعا إليه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر بمثل ما دعا إليه. ويقول أيضا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من القوم فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل السؤال مرة أخرى: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر السؤال، وفي المرة الثالثة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، خد بالك، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. بل يقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. خطبة الحاجة التي نسمعها مراراً وتكراراً
ولكن قل من ينتبه ويتدبر ويتفهم يحاول أن يفهم هذه الألفاظ وتلك المعاني. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. من يحدث في هذا الدين بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، مبتدع لأنه لم يسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول أيضا كما جاء في الحديث، في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول العرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها خطبة مودع، يعني كأنك بتودعنا يا رسول الله. فالصحابة حريصون على أن يأخذوا النصح والإرشاد من معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. فقالوا للحبيب: فأوصنا يا رسول الله. فقال: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الشاهد بقى القادم في الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الاختلاف، وقد وقع الخلاف بين المسلمين، بل أقول وقع الشقاق بين المسلمين، وقع الخلاف بين المسلمين، ربما في فروع اختلف فيها أهل العلم، ويعادي أحدهم الآخر ويفسق أحدهم الآخر: فلان ده فاسق ما تكلموش، فلان ده مبتدع ما تسلمش عليه، فلان ده كذا لا ما تتكلمش معاه. خلاص أصبح نصب نفسه عالم على المسلمين، يفسق ويبدع هذا وهذا لمجرد أنه قرأ حديث ربما لا يدري كيف يفسر ألفاظ ومعاني هذا الحديث، أو قرأ كتاب، أصبح فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا، وأصبح ينشئ خلافا بين الناس. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يوصينا الحبيب صلى الله عليه وسلم: فعليكم، أي الزموا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف بقى، عشان الموعظة دي غالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إلى آخر الخطبة. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الغالي الثمين: عضوا عليها بالنواجذ، بالسنة هي التي تجمع الأمة ولا تفرقهم، هي التي تلملم هذا الشتات بين المسلمين. إن توحدنا على منهج سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون هناك خلاف بين المسلمين. إن التقينا على الأصول والفروع بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أخطأ بعضنا وإن زل بعضنا، ومن المعصوم؟ صلى الله على المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن المعصوم؟ العلماء وقعوا في أخطاء، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هل معنى إن أنا كنت على خطأ خلاص بقيت مبتدع، وبقى فلان ما تصليش وراه، وفلان ما تمشيش معاه، وفلان ما تكلم؟ لا يا أخي، هي دي الأخوة بين المسلمين. يا أخي لو أخطأت في شيء، أو لو شايف إن أنا على شيء خطأ، تعال اسألني، ربما يكون عندي دليل أنت لم تصل إليه، أو ربما تأتي أنت بدليل أنا لم أعرفه ولم أقف عليه، أنا معرفوش، إيه المانع؟ سبحان الله، يعني إيه المشكلة؟ ده المؤمن مرآة أخيه بأدب وتواضع، جم تواضع ليس بكبر ولا استعلاء.
إن أنا الشيخ وأنت إيه أنا فلان وأنت فلان أنا العالم وأنت الجاهل أنا اللي فاهم وأنت اللي ما بتعرفش أنا لا لا يا أخي لا يكون هذا أدب الحوار بين المسلمين ولا أدب الخلاف بين المسلمين نتعلم من سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي لما رأى رجل يبول في المسجد رأى رجلا يتبول في المسجد وهم هم الصحابة عليه قال لهم إيه دعوه سيبوه حتى ينتهي منه في أكتر من كده تخيل لو واحد الآن عمل كده في المسجد المسجد كله ممكن يثور عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه في أكتر من كده بل تعال إلى أقوال السلف إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو من هو الذي نال المكانة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وممن بشرهم النبي بالجنة يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ألم يوصي النبي بقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سبحان الله عمر الذي أجرى الله سبحانه وتعالى الحق على يديه وأنزل القرآن موافقا لرأي بل نزل القرآن بقول عمر كما قال عمر حينما يقبل الحجر الأسود يقول اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع خد بالك بقى من الحتة اللي جايه بيقول إيه ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك بيتبع شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده عمل زيه علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي خد بالك من الحتة دي يقول لو كان الدين بالرأي لو كل واحد بقى يمشي في الدين برأيه لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظهر أيهما أولى لو أنا لابس خف وماشي بيه على الأرض ودست بيه في الشارع وفي التراب و و و وجيت عشان أتوضى وأنا لابسه على طهارة كاملة ووضوء كامل يقولك امسح على إيه على ظهر الخف أو امسح على الشراب دلوقتي طب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره لكن هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نتبع وأختم بقولة جميلة مقولة جميلة لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يركب الناقة ويسير في شوارع المدينة يخرج يدخل شارعا ويخرج من شارع يدخل شارعا ويخرج من شارع فلما سألوه يا ابن عمر لماذا تفعل ذلك ركب الجمل بتاعه وعمال يطوف في شوارع المدينة كلها ليه ليه؟ يقول لعل خفا تقع على خف لعل قدما تقع على قدم لعل قدما قدمه أو قدم الناقة التي يركبها تأتي على قدم وطئتها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أكتر من كده اتباع الإنسان دلوقتي لما بتجيله بعض الناس أجيب له حديث يقول له أنا عايز أعمل القرآن طب والسنة واحد تاني يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لك لا أصل الشيخ فلان قال كذا وسألت الشيخ فلان قال كذا أنت بتحكم بهواك ولا بالقرآن والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم